واحسن فتره تو يعني بعد بورقيبه قيس، بعد بورقيبه قيس ربي يبارك له ان شاء الله. هو قيس ولد بورقيبه. كانوا تونس يعيشوا فندي في الصوبه، قلت لك عيشوا في الصوبه فهمتني، ويمشي يمشي ما يمشي مرشي سنترالي حمل. تونسي كيفاش واجهوا الاستعمار الفرنسي؟ والله شنو واجهنا بالصبر، واجهنا بالصبر والسياسه فهمتني، ما دقاش عن السياسه. وكانت قبل هذيك قبل كنا نعيشوا فكيد الحمراء والقومية والقوادة، وكنا نعيشوا يعني. وبعد جت حزبي فهمني، هذاك خميني هذاك لا هذاك من حاصلة، عشنا مشاكل كبيرة كبيرة. واحد شاب غير شاب ما نقولش، كانوا يعني وقت تعرف كل انسان اللي هو كبير كيف انا قديم فهمتي، ما الا يكون فوق من راجل، خاطر اني عاش الهم كله عاشوا باش عاشوا بالدمار. التونس قبل كانت عندهم مبادئ وكانت عندهم اخلاق وكانت عندهم كلمه. يا ولدي اسمع، كيما يقول عبد الزعروي، عبد الزعروي يقول احنا تحت السور، ديما احنا تحت السور. السلام عليكم.